ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه جاي اقول لكم نصيحه مهمه جدا، نصيحه لازم تسمعوها وان شاء الله ناس كتير هتسمعها وهتاخد بيها وتعمل بيها. جاي اقول لكم على الموسيقى طبعا اللي بتتحط على الفيديوهات والاغاني. ناس كتيره جدا بتستخدم موسيقى واغاني على فيديوهاتها، وده مبدئيا يا جماعه كده عارفين كلنا ان الموسيقى حرام والاغاني حرام، تمام؟ فالحرام مش لازم منه خالص مدام ما بيفيدش حاجة أصلا، ولو فادك برضو دي حاجة اسمها حرام، يعني حتى ممكن تبقى فلوسها حرام، فبلاش منها خالص. انت ممكن تتكلم بصوتك أفضل بكتير، وغير كده ان هي ما بتفيدش حاجة للفيديو غير ان انت بتاخدي سيئات كتيرة جدا، واللي بيسمعها برضو بياخد سيئات، وكمان بعد مماتنا وبعد وفاتنا هتبقى سيئات جارية على قبرنا. يعني بدل صدقات جارية، بدل ما تبقى حاجة كويسة جدا صدقات جارية مثلا احنا بقى محتاجينها جدا طبعا بعد وفاتنا، هتبقى سيئات جارية. فياريت ياريت الناس اللي بتحط طبعا موسيقى على فيديوهاتها بلاش منها خالص.